السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. حلقة جديدة في أسبوع جديد، أسبوع كله أمل وراحة وتفاؤل، وربنا يا رب يرزقكم يا رب راحة البال. قلت لكم وأنا جاية في الطريق كنا عاملين لايف مع بعض، وقلت لكم إن أنا النهاردة عاملة لكم أكلة حلوة قوي. بصوا يا جماعة، الأكلة دي تراث، بجد تراث. يعني كل واحد فينا مهما كان عايش في القاهرة أو عايش في أي مكان ما، ليه أصل. الأصل ده بتلاقيه ينتمي مثلا للشرقية، للمنوفية، للغربية، للدقهلية، لمنيا، لأسيوط. ففي حاجة اسمها الأكلة الفلاحي. إيه الأكلة الفلاحي بقى؟ يعني مثلا كده لما بيكونوا مثلا شوية محشي كرنب مسقيين معلقة سمنة بلدي ومعمولين مع البطة، ده الأكل الفلاحي. بس أنا مش عاملة الكلام ده النهاردة. أنا النهاردة بقى جايبة لكم مكرونة محمرة بطريقة معينة، مع شوية بطاطس مطبوخة، مع حتة فرخة كده محمرة بتتبيلة معينة. طب يا سارة، احنا عارفين ان البطاطس المطبوخة بتتاكل مع الرز بشعرية، والله يا جماعة هو ده المفروض، لكن زي ما قلت لكم الأكلة دي أصيلة مأصلة. أنا عايزة الناس بقى اللي هي أصلها كده فلاحي، الناس اللي ليها أصل كده، يعني هم فاهمين أنا بتكلم عن إيه. الأكلة دي حلوة قوي مع بعضها. أنا عايزة أقول لكم إن في ناس معينة لما بتحب، أنا مش هقول بقى مين، لما بتحب يعني تفرح ازواجها تعمل لهم الاكله الحلوه دي، لان مامتها بتبقى ايه يعني والدته او والده، يعني في تاريخ مع الاكله دي. يعني في اكله كده بناكلها تلاقي ليها تاريخ، ليها طعم. انا بقى النهارده جايبه لكم الاكله دي، مكرونه محمره، شويه بطاطس مطبوخين عسل، ومعاهم بقى فرخيه كده على بعضها كده كامله، مش هنقطع بقى، لا على بعضها بتتبيله معينه. يا لهوي يا بجد يا لهوي. يلا بينا بقى نتكلم عن المقادير بتاعت الاكله الحلوه بتاعتنا دي. اول حاجه هنعمل مكرونه محمره. المكرونه المحمره دي هنحتاج كيس مكرونه، وهنحتاج 3 معالق كبيره صلصه، ميه مغليه، شوربه، ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا. بس كده دي المكرونه المحمره. المكرونه المحمره دي احنا كده كده بنعملها مع بعض، وتقدري تستخدميها. حلو الكلام ده ما شاء الله يعني. وتقدري تستخدميها في اي حاجه، يعني مثلا مكرونه محمره مع بانيه، مكرونه محمره مع كفته، مع شيش طاووق، مع اي حاجه. طيب هنعمل معاها كمان البطاطس المطبوخه. البطاطس المطبوخه هنحتاج لبصلتين كبار مفرومين، معلقه صغيره ثوم مفروم، لتر عصير طماطم، وشوربه، واتنين معلقه صلصه، 4 حبات بطاطس مقليه مكعبات، مقطعه مكعبات، ملح وفلفل اسود، وكمون وبابريكا، ومعلقه سكر. طيب هنحتاج كمان علشان نعمل الفراخ، طبعا فراخ مسلوقه، هنحتاج لفرخه كبيره كامله مسلوقه، معلقه كبيره كاتشب، معلقه كبيره صلصه طماطم، ملح وفلفل اسود وبابريكا، بهارات مشكله، ومعلقه سمنه، ومعلقه زيت، ولو في رشه جوز الطيب. حلو الكلام ده كله. حلو حلو ان انا قلت عايزه ميه مغليه. حلو برضو ماشي. يلا بينا هنعمل ايه؟ اول حاجه في اي حاجه بنعملها دايما بنقول ايه؟ نصلي، نسمي الله. تمام؟ فاحنا دلوقتي هنسمي بالله وهنبدا. هنستخدم طقم الحلل الجميل ده، طقم الحلل الفظيع ده. النهارده هنستخدم طقم حلل كيتشينوفا. طبعا من اول يوم ليا في البرنامج وانا بستخدم طقم حلل كيتشينوفا، وطلبته مني مرارا وتكرارا ان اتكلم عن الطقم ده، واني اقول ايه رايك في الطقم. هقول ايه يا جماعه؟ انا شهادتي مجروحه في الطقم ده. الطقم ده انا بستخدمه، بستخدم ماركه كيتشينوفا بقالي 3 سنين. احلى طقم جرانيت ممكن تستعمليه. تعالوا معايا كده. طقم الجرانيت بتاعنا 23 قطعه. بصي لي، يعني ايه 23 قطعه؟ يعني مش هتحتاجي معايا حاجه تانية، معاكي ما شاء الله قدامكم اهو 1 2 3 4 5 حلل بس. لا طبعا معانا 5 حلل جميع المقاسات. الطقم ده اول طقم هتلاقي معاه حله. ثواني كده اجيب لكم الكلام ده. اول طقم هتلاقي معاه حله 32. بصي الحله الكبيره دي، دي اسمها يا جماعه حله العزومات. بصوا الحله دي تاخد معاكي بطه. معقوله في طقم جرانيت؟ ايوه، كيتشينوفا وفر لك طقم حلل الجرانيت. البراند ده يا جماعه براند ايطالي تقفيل مصري. عايزه اقول لكم معانا ووك، الووك بتاعنا اهو، ومعانا الجريل، ومعانا الطاسه، ومعانا كمان طاسه البيض اهي قدامي، طاسه البيض تمام، ومعانا كمان الصينيه دي، ومعانا كمان كاسارولا، ومعانا كمان صينيه صغيره، طقم كامل متكامل. يعني 6 بيض عايزه تجنن، كيتشينوفا الطقم ال 23. طيب عروسه جديده بنصحك طبعا بكيتشينوفا، احلى طقم جرانيت هتشوفوه كامل متكامل. الطقم بتاعنا الحله بتاعته سمكها 4 مللي. بصوا يا جماعه، يعني انا عايزه ارفع حله يا جماعه، لا ساعدوني ان انا ارفع حله. بصوا نجيب يعني اصغر حله معانا للثانيه العصفور. بصوا الجمال،
عايزين ايه احلى ولا افخم ولا اروع من كده؟ طبعا الناس كلها اللي عارفه ساره سمير مفيش طقم جرانيت. انا بقالي 4 سنين على الميديا، بقالي 3 سنين من اول ما نزلت مصر بستخدم كيتش نوفا، بجد ما شاء الله هايل. طبعا الاول كنت بنصح كل صحابي ان احنا كنا بنجيب الاطقم دي معانا واحنا نازلين من مصر، طقم نازل عرض طقم نازل عرض، لكن بسم الله ما شاء الله من اول ما نزلت مصر وانا بنصح كل صحابي بكيتش نوفا، وانتوا بتشوفوا ده عندي وانا ما فيش حاجه اقول لكم عليها حلوه ايه مش حلوه. بس ده اللي انت عايز تقوليه عن كيتش نوفا؟ لا طبعا. بلس كمان يا جماعه ان احنا معانا 3 سنين ضمان. معقوله 3 سنين ضمان؟ اه طبعا 3 سنين ضمان. هقول لكم حاجه بقى حلوه قوي، الطقم ده في عرض ليه مع الطقم الجميل ده، هطلعه لكم هنا كده، بصوا لي كده، طقم الحلال بتاعنا معاه طقم التوزيع الست قطع ده، يعني لوحه فنيه. بصوا يا جماعه، طقم توزيع سيليكون علشان يحافظ لك على الطقم بتاعك، كل قطعه احلى من القطعه الثانيه، 1 2 3 4 ست قطع، بجد يعني اكتر من هايل. طب دلوقتي احنا عايزين نجيب الطقم ده يا ساره نعمل ايه؟ موجود معاكم خلال البيج، يعني موجود دلوقتي على الشاشه الارقام بتاعتنا والبيج بتاعتنا، بيج ايه؟ صفحه كيتش نوفا، اطلبوا كيتش نوفا ما شاء الله طقم غير لاصق تماما، طقم امن، طقم صحي، معانا ضمان 3 سنوات، طقم كامل متكامل 23 قطعه. وانتوا عارفين مدام انا قلت لكم ان الطقم ده تمام يبقى تمام وعن تجربه. طبعا الناس اللي متابعاني شافت ان انا جبت الطقم ده لوالدتي في عيد الام اللي فات، والناس اللي متابعاني شافت الطقم ده وانا عامله عنه ريفيو من سنتين. وادي معانا البيج اهي، للبيج بتاعت كيتش نوفا وارقامهم علشان تتواصلوا معاهم وتطلبوا الطقم الجميل ده على ضمانتي. كل مره هتقفي تستخدمي الطقم ده تدعي لي من حلاوته ومن جماله ومن سعره، يعني طقم 23 قطعه بالسعر ده مفيش بعد كده. بصوا كمان الصينيه بتاعتنا، ايه رايكم بقى نبدا نستخدم الطقم ده مع بعض؟ يعني اول مره هستخدمه استخدمه معاكم. طبعا الطقم الاولاني المربع موجود برده، وبرده كان كيتش نوفا اللي هو ظهر معايا في البرنامج، بقالي سنه بستخدمه قدامكم ومبهدلينه واكلاته ما شاء الله عليه. احنا دلوقتي في البرنامج بقالنا تقريبا 10 شهور، فال10 شهور دول انا بستخدم كيتش نوفا. يلا بينا بقى عشان نستخدم حلل كيتش نوفا ونعمل فيها احلى اكل. معايا هنا الحله القمر الجميله دي، ايه ده يا لهوي اتلسعت. يلا بينا، بصوا هنا شويه زيت، يلا بينا عشان نعمل بقى ايه الاكله الجميله بتاعه النهارده، يلا بينا. طبعا احنا هنعمل ايه؟ هنستخدم بقى الطقم الجميل ده، تحفه. بصي بقى يا ستي، اول حاجه هنضيف شويه زيت وهننزل بالمكرونه كيس المكرونه العادي وهنحمره لحد ما يوصل للون اللي انت شايفاه ده. هم ساعدوني هنا ان هم حمروا المكرونه علشان مش هنلحق نحمرها على الهواء. بصوا لي كده، حلو قوي الكلام ده. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنضيف شويه زيت، حلو الكلام ده. وهنعمل ايه بقى؟ هننزل بالبصله، ناخد بقى سباتولا ثانيه، معلقه ثانيه. بصوا يا جماعه يعني الطقم التوزيع ده لوحده برقم، لانه من انواع الحلوه، مش لاي نوع اللي هي بتعمل رغاوي بقى وتتفاعل مع الحراره، لا. ولا طقم الحلل على ضمانتي الشخصيه طقم حلل كيتش نوفا مستحيل يتفاعل مع الحراره، ونفس الكلام طقم التوزيع مستحيل يتفاعل مع الحراره. بصوا هنا هنعمل ايه بقى؟ نزلنا اهو. انا عايزه اقول لك الصينيه دي جمالها في ايه بقى؟ منها صينيه ومنها غطا، تستخدميها صينيه تستخدميها طاسه، لان كمان ايديها بالشكل ده مش مثلا بقلايت او مثلا مش سيليكون فتخش الفرن عادي. بصوا بقى كده هنقلب بسيط، وهننزل بفص الثوم المفروم. الاكله دي بقى بجد ما اقولكوش على جمالها، حلوه 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 حلو. طيب احنا بنعمل ايه هنا؟ بصوا انا سايبه ازاي وقدامكم اهو هتشوفوا. بصي بقى هنا كده المكرونه بنحمرها لحد ما توصل للون ده. بصوا يا جماعه انا عايزه اللون ده، شايفين اللون الدهمي الذهبي الروز جولد الجميل ده؟ ايه رايكم بقى في الجمال ولون المكرونه؟ ده اللون اللي انا عايزاه. استمرار التقليب هتبقى معاكي زي الفل. هنعمل ايه؟ هننزل بالطماطم بتاعتنا، معلقتين من صلصه الطماطم، حلو ده اهو، بصوا سهله وسريعه وتجنن. وهننزل بالبهارات بتاعتنا، البهارات بتاعتنا بسيطه خالص، رشه من الفلفل الاسود، رشه من الملح،
رشة من البابريكا، رشة من الكمون. أكلة ليها يعني، لما كنا أروح عن تيتا، يعني تيتا اللي دايما كانت بتعملها لنا، لما كنت أروح عن تيتا كده يوم الخميس، إحنا كنا كل يوم خميس عن تيتا ونلاقيها اليوم ده يوم الأكلة دي، يعني كنا بنفرح قوي. طعم المكرونة المحمرة مع البطاطس المطبوخة قصة. وعايزة أقول لكم كمان إن تيتا كمان كانت بتعمل لنا سبانخ مع المكرونة. وعلى فكرة ناس تقول لك سبانخ، إيه علاقة السبانخ بالمكرونة؟ والله تحفة، والله تحفة، جربوا. احنا يعني لازم البطاطس المطبوخه نعمل جنبها رز. طب ما تعملي البطاطس، اعملي المكرونه المحمره، هايله واكتر من هايله. بصي بقى، طبعا احنا لما سلقنا الفرخه معانا شوربتها، هنضيف ايه هنا بقى؟ هنضيف هنا كده شويه ميه مغليه، تمام. احنا بنغطي المكرونه المحمره زي الرز بالظبط، وهنضيف شويه شوربه من شوربه الفراخ. طبعا جبنا الفرخه بتاعتنا غسلناها كويس جدا، وغسلناها كمان بملح ودقيق وبودره زنجبيل، غسلنا حلو قوي قوي. وبعدين اخدناها تحت الحنفيه نظفناها تاني ونشفناها وسلقناها في ميه مغليه خالص بوكي جارنيه، يعني مثلا طماطمايه، بصلايه، جزرايه لو عندك، عودين كرفس والتوابل الطبيعيه خالص، ملح، فلفل اسود، عودين كده من حبتين من الحبهان، وحاجة بسيطة خالص من ورق اللورة بس كده. وكده اللحم كده الفراخ استوت. وهناخد بقى المرقة الجميلة بتاعتها دي، بتبقى خطيرة، بنضيفها على المكرونة وبنضيفها كمان على البطاطس، بتبقى حلوة قوي. بصوا انا دلوقتي هعمل ايه بقى، هغطي الحلة بتاعتي وهسيب المكرونة زي الرز بالظبط تتردد، وبعدين تهدي عليها النار لحد ما تستوي، ما تاخدش معانا 10 دقايق، وهنقدمها على الهواء. حاضر، هناخد استاذ علي، بس لحظه هنعمل ايه؟ ادي البطاطس دبلت، هننزل بالطماطم المضروبه في الخلاط، تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ هنقلب الكلام ده حلو قوي، وهنغطيه وهنسيبه يتسبك. اول ما تتسبك هننزل بالبطاطس، اكله حلو قوي. طب وانت عامله كده بس؟ لا طبعا، انا لسه كمان هوريكي تتبيله الفراخ الهايله. بس ناخد تليفوني الاول. الو يا استاذ علي. الو، اهلا اهلا. صباح الخير، ازيك يا شيف، عامله ايه؟ صباح الفل، تسلم ايدك على الاكل الجميل ده. بصراحه من كتر ما عجبني عايز اجي لكم انتوا بتصوروا كل معاكم. تعالى اتنور، تسلم ايدك. ده انا عايزه اقول لك ان احنا بعد الهوا بتبقى ايه يعني، كله بياكل. تسلم ايدك والله العظيم، انا بتابعك حتى الاسبوع اللي فات، شفت بتعملي اكل في الفريوني، وعزمت صحابي عليها في الشغل كمان، عملتها وتعزمت عليها اصحابي. اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا. واصحابك قالوا لك ايه بقى لما اكلوا؟ تحفه، تسلم ايدك بجد والله. والدتي عملتها انا ووالدتي، كانت جميله. اهلا اهلا، الف هنا وشفا. وكمان متابعك على الفيسبوك بشوف كل حاجه. تسلم تسلم يا رب، تسلم ايدك. عايز تقولي طب مش عايز حاجه ثانيه اعملها لك عشان انت تعملها لصحابك برضو؟ قول لي. لا انت مخلي، انا عينيا حضرتك، عملت لنا كل حاجه. تسلم يا رب، تسلم كلك ذوق. انا عايز اشكرك والله، حبيت ان انا اشكرك على الحاجات الجميله دي. شكرا ليكوا بجد. انا بشجع كل الرجاله اللي بتحب المطبخ كده ومش بيتكسفوا من دخول المطبخ، حلو قوي الكلام ده. يلا بينا نعمل حاجه حلوه قوي. هنجيب معانا الكاسرولة الجميله دي، شغل عليها النار. بصي بقى، هنعمل تتبيله الفراخ اللي بنشوفها في التلفزيون، عارفين الفرخه المشويه بتاعه التلفزيونات بتاعه الاعلانات، هعملها لك دلوقتي. فرخه مسلوقه زي ما قلت لك، هتطلعيها وتسيبيها تهدى وما تسلقيهاش لحد ما تتهري، لا انا عايزاكي تسلقيها لحد ما تستوي، يعني مستويه بس مش مهريه. بصي بقى، هنجيب معلقه صلصه، تمام، وهنجيب معلقه كاتشب، تمام، سنه شوربه، سنه بسيطه، وبهاراتنا بقى، بصي معايا، ملح، فلفل اسود، بابريكا، رشه 7 بهارات او رشه بهارات فراخ او اي بهارات من الجميله دي، واوعي تنسي معلقتين الزيت. بس كده هنقلب كل الكلام ده، وبمجرد ما تاخد غلوه واحده بس هنغلف الفرخه. طيب البطاطس المطبوخه يا ساره، احنا شفناكي دبلتي البصله ونزلتي عليها بفص ثوم ونزلتي بالطماطم، اوعي تنسي تضيفي شويه الشوربه. الاكله دي حلوه قوي قوي، لازم تجربوها. واوعي تنسي تضيفي شويه السكر، شويه السكر بقى هيخلوا البطاطس عسل العسل، وفي نفس الوقت وانت بتاكلي مش هتحسي باي حموه، لان السكر بيساعد
ان يخفف خالص من الطماطم، ما يبقاش فيه اي حموم ولا اي حرقان من الحاجات اللي بتحصل في الصدر دي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنضيف البطاطس. طبعا كلنا عارفين ان البطاطس ما بتاخدش اي تسويه، المكعبات زي ما انتم شايفين مكعبات بطاطس عاديه خالص. عايزه اقول لك الاكله دي بجد حلوه قوي وليها يعني قصص وليها حكايات، مجرد الريحه في البيت كده حكايه بجد. بصوا عايزه اجيب لكم بقى ايه الفرخه اوريها لكم، بس هنبص بصه كده قبل ما نهدي النار على المكرونه. بصوا المكرونه شربت الميه، المكرونه المحمره دي على فكره اسرع حاجه واسهل حاجه تتعمل، وزي ما قلت لك مش لازم الاكله كامله بتاعتي، ممكن تعملي المكرونه وجنبها الفرخه بس، ممكن تعملي بس انا يعني خضار كمان لطيف، ممكن تعملي مكرونه وجنبها بانيه، الاكله نفسها حلوه. انا عايزاكم تبصوا كده كمان معايا على الحله، بصوا وهوريكم لما تستوي. يا جماعه الحلل غير لاصقه تماما بجد، انا بنصح من كل قلبي بحلل كيتشينوفا وعن ثقه وعن تجربه. كل العرايس اللي جربوها وجابوها تعيش معاكي، حاجه تعيش معاكي العمر كله. بصوا تقدري بقى لو عملت صينيه البطاطس مثلا فيها وحابه تدخليها الفرن تاخد وش بتبقى زي الفل. يلا بينا بقى كمان نستخدم صينيه كيتشينوفا. بصوا اصلا لون الطقم حلو قوي على فكره، انا عندي في البيت اللون الجراي ووالدتي عندها اللون اللي هو اسمه الطاووس اللي هو الازرق. بصوا انا هنا بقى جبنا هنا اللون البني بجد حلو قوي، انا ما كنتش متخيلاه حلو كده. بصوا كده ده اوكي، بصوا لي بقى كده معايا هنا اهو الفرخه الجميله، شفتوا؟ اهم حاجه ما دام غسلتيها بدقيق وملح هتبقى معاكي قمر كده في منتهى النظافه في منتهى الجمال. وادي معايا التتبيله الخطيره اللي احنا عملناها زي الفل. بصوا قلت لكم غلوه واحده بس، نطفي بقى النار هنا، حلو الكلام، ونهدي النار هنا على المكرونه بس. عايزه اقول لك ان الاكله دي هنطلعها دلوقتي على الهواء. ادي بقى الفرخه، بصي بقى الفرخه بنعمل ايه بالراحه كده معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. ناس كتير بتقول فراخ التلفزيون، تعالي حتى اوريكي فراخ التلفزيون. هتمسكيها كده وتقلبيها كده اوكي، وتمسكي كده وتدهني كده ظهرها، وبتشغلي الفرن عندك على درجه حراره 220 اعلى حاجه، وتدخليها على الفرن العادي خالص. بمجرد ما هتلاقي القاع ده كله ظهر الفرخه ده كله اخد اللون اللي انت عاوزاه، هتعملي ايه؟ هتشغلي الشوايه عليها بس كده. ادي فراخ التلفزيون يا جماعه، فراخ الاعلانات عملناها لكم لحد عندكم اهي. بصوا كل السر في التتبيله دي، معلقه صلصه على معلقه كاتشب على معلقتين زيت. بصوا يا جماعه الحله، بصوا معايا الكسروله تنفعك في كل حاجه، تنضيفها سهل جدا. بصوا الجمال، ايوه كده. معانا تليفون، الو. ازيك يا ستاره عامله ايه؟ ازيك يا ايات، انت عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله حياتي منوره الدنيا والله. ده نورك يا قلبي، تسلم ايدك بجد على الفراخ الجميله ديت. تسلمي يا حبيبتي. انا كنت عايزه بس اطلب منك طلب. امري يا حبيبتي. هل فعلا طقم الحلل دوت كويس؟ طبعا لو مش كويس انا مش هطلع اقول ابدا ان هو كويس، يعني على ضمانتك يعني انا بجهز وكده. طبعا على ضمانتي الشخصيه، انت لو دخلتي عندي على البيج هتلاقي الطقم ده بقالنا 3 سنين بنستخدمه. فطبعا لو الطقم مش قد كده انا عمري ما هطلع بيه. والف مبروك يا روحي، انت بتجهزي الف الف مبروك يا سيدي. ايه يا روحي؟ هاخده على ضمانتك. لا اطمني والله هتدعي لي. ماشي يا سيدي، شكرا. بصوا بقى الكلام ده، وانتوا فاكرين ان في اي حاجه في الدنيا هتخليني اهز ثقتكم فيا؟ دي اهم حاجه، ما بطلعش ابدا اتكلم عن المنتج مهما كانت الشركه الا اذا المنتج ده فعلا حلو واللي هيشتريه يقول لي يا ساره ايه الجمال ده؟ الطقم ده بجد حلو جدا، اهم حاجه في الحفاظ عليه ان انت ما تستخدميش فيه معلقه ستيل، ما تستخدميش فيه اي حاجه حديد او زهر، تقدري تستخدمي اي حاجه خشبيه او سيليكون. يلا بينا ندخل الفرخه الجميله بتاعتنا دي على الفرن. زي ما قلت لك درجة حرارة 220 تاخد بس لون و اهو اهو. عودي يا نورماندي. طبعا الطقم يا جماعة قبل ما نستخدمه غسلناه ونشفناه. حاجة كمان بقى هقولها لك ومعلومة مهمة قوي، يا ريت يعني نقتصها لوحدها وننزلها على الميديا. الناس اللي بتجيب حله وترفعها على نار وفيها ميه وتستنى لما الحله الميه اللي فيها تنشف وتبدا تستخدمها، انت كده بتدمري الطقم.
نشفي حلتك وارفعيها على النار واستخدميه. اوعي ترفعي حله جرانيت او يعني سيان اي نوع، ترفعيه على نار عاليه وتستني لما ينشف، لا انت كده بتدمري الطقم. طقم الجرانيت طول ما انت محافظه عليه ان انت رافعه على النار ناشف، طول ما انت بتقلبي جواه باي حاجه سيليكون هتحافظي عليه وهيعيش معاك العمر كله. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني ومعانا استاذه مها عطوه خبيره التغذيه العلاجيه. احسن اهلا. اهلا بيكي. عامله ايه يا روحي؟ منوره. ايه الاخبار؟ منورانا ومشرفانا، مش قادره اوصف لك يعني ايه النور ده. ده نورك يا حبيبتي، ده مطبخ البلد منور. منوره بيكي يا حبيبتي. بصي عاملين النهارده ايه؟ فضله خيرك، بطاطس مطبوخه. بصي 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 بصي، يا نهار ابيض، انا شهادتي إيه مجروحه فيكي كالعاده، انت عارفه. شويه بطاطس مطبوخه بقى، ما اقولكيش حاجه كده، مليانه صوص، ولا بقى فرن ولا تاخد وش ولا اي حاجه. وعامله لك بقى فرخه الاعلانات، فرخه التلفزيون اللي بتلمع دي، اللي بتلمع دي. وعاملين بقى كمان ايه؟ شويه مكرونه محمره عظمه. بقول لك ايه؟ ما تقوليش لو سمحتي مكرونه نشويات وبطاطس نشويات، ايه اللي انت عاملاه ده يا سار؟ انا اعمل اللي انا عاوزاه. أيوة انا هنا في مطبخ البلد وفي مطبخي اعمل اللي انا عاوزاه. انا جايه ليه؟ ما انا جايه عشان تعملي اللي انت عايزاه. تحلوا اللي انا بعمله. ايوه طبعا. تيجوا تلموا ورايا. قولي لي بقى بجد، ايه رايك في الموضوع؟ على فكره احنا اصلا المفروض ناكل الكربوهيدرات عامه في اليوم، مش لازم نمنع نفسنا تماما. في ناس معينه بتبقى يعني لازم ان هي تمنعها تماما، بس احنا لو معانا حاجه بتحرق لي الدهون اللي بتبقى داخله دي فانا مش محتاجه حاجه. وعامه اصلا النشويات والكربوهيدرات عامه بتتحول لسكر، اللي هو اصلا وقود الدماغ اللي بيدينا اصلا النشاط عامه، وبتقلبه للسكر اللي بيحتاجه الجسم. طبيعي الجسم بيبقى محتاج سكر. في ناس مثلا لو عايز تنزل في الوزن بتضطر ان هي تمنع الحاجات دي تماما عشان تاخد من الدهون تحولها للنشويات وبعد كده السكريات. بس احنا ما معناش يعني احنا مش علينا كل الحاجات دي، كل الحاجات دي معانا طبعا. وانت عارفه يا شيف ثوره كالعاده ان احنا اي حاجه بناكلها لو انا اكلت منها نسبه بسيطه جدا جسمي بيستفيد منها، وفي نفس الوقت جسمي بيحرق طالما انا واكله يعني سعرات حراريه المظبوطه معايا في اليوم. فانا عشان كده بقى احنا بنعمل العوامل المساعده للناس اللي مش عارفه تنزل في الوزن. لو انا عندي شهيه مفتوحه، انا مش بقدر اتحكم في شهيتي، فبتلاقيني اكلت سيرفيس كبير قوي كده مكرونه واكون مش شبعانه، وشويه اكل تاني وشويه اكل تاني، فده اللي بيزود معايا الوزن. فانا لو سديت الشهيه او حصل لي كنترول على الشهيه عندي، اكلت كميات قليله، طبيعي هنزل في الوزن. لو برضو عندي المشكلة في الحرق، لو أنا في ناس برضو فعلا بتاكل كميات قليلة جدا وتلاقي الحرق عندها بطيء، لو الحرق معايا زاد يبقى أنا حليت برضو المشكلة، لعبت رياضة، عملت أي حاجة تحرق لي الدهون أو السعرات الحرارية الزيادة اللي داخلة جسمي، غير أن أنا أصلا يعني الأكلات اللي أنا باكلها السعرات الحرارية اللي فيها قليلة، فأنا عادي أكل اللي أنا عايزاه أزود الحرق. فالكورس بتاعنا بيعمل كل ده يا شيف ساره. يعني مثلا وان سليم، نتكلم عن اول علبه دي اللي بتسد معايا الشهيه من 6 ل 8 ساعات، فانا طبيعي بدل ما كنت باكل كميه كبيره قوي او رغيفين ثلاثه، فانا هيكفيني ربع رغيف او 4-5 معالق مكرونه، مش هتعملي اي حاجه. طبيعي هيبقى السعرات الحراريه اللي جسمي قلت، لو انا متعوده على كميه كبيره الكميه دي قلت وحسيت بالشبع، فجسمي طبعا هيحرق وهياخد كمان من الدهون اللي في الجسم. تاني حاجه معانا وهي العلبه الحمراء دي اللي هي بنقول عليها بديل الجيم. لو انا المفروض ان انا عايزه احرق، ادي العلبه الحمراء دي عندي مشكله في الحرق، محتاجه ان انا العب رياضه وما عنديش وقت العب رياضه، فالعلبه الحمراء دي بتزود معايا الحرق 4 أضعاف، وكمان بتقلل لي عدد الخلايا الدهنيه اللي في الجسم، وبتمنع امتصاص الدهون اللي في الاكل. تمام. تالت علبه بقى دي العلبه الخضراء، واللي هي بتثبت معايا الوزن المثالي، عشان معظم الناس اللي بتعمل دايت بترجع تزيد الوزن اللي نزلته تاني. فاحنا بنثبت بقى الوزن المثالي بالعلبه دي، وكمان بننزل السوائل الزايده في الجسم. وكمان فوق كل ده احنا جايبين على العرض على الكورس ده عروض للناس اللي عايزه تنزل 10، اللي عايز تنزل 20، اللي عايز تنزل 30 او 35 كيلو، عاملين 3 عروض. عايز تقولي حاجه ولا اقول العروض؟ لا بسمع معاك. تمام. لا انا مركزه جدا. تمام. ايه عاملين 3 عروض. الاول اول حاجه الكورس على فكره مصرح من وزاره الصحه المصريه، عشان الناس اللي بتبقى قلقانه تسمع عن اي حاجه تضرني تعمل اي حاجه، الكورس امن تماما، نقدر ناخده من اول 12 سنه. عاملين عليه بقى 3 عروض، سعره اقتصادي جدا، ده اول حاجه بحب اقول ان هو اصلا بديل كل العمليات، وسعره ما يجيش 1% من سعر اي عمليه طبعا، هو يعني كل العمليات
في في كورس واحد. اول كورس معانا كورس الشهر ده، اول عرض عاملين عليه تخفيض 30% ده للناس اللي عايز تنزل من 10 ل 15 كيلو، وكمان معاه فيتامين دي هديه. كورس الشهرين بقى للناس اللي عايزه تنزل من 20 ل 25 كيلو، عندها دهون موضعيه، عندها مشكله في الحرق، كورس الشهرين هيكون كويس جدا معاهم، هينزلهم من 20 ل 25 كيلو بالظبط في شهرين، وكمان بندي معاهم فيتامين دي وكريم شد الترهلات، ده اصلا عليه 40% تخفيض. كورس الثلاث شهور بقى للناس بقى اللي بتبقى عايزه تنزل اوزان كبيره من 30 فما فوق، يعني 35، في ناس بتنزل اكتر من كده وفي ناس بتكمل، ده عليه تخفيض 50%، وكمان بندي معاه فيتامين دي هديه وكريم شد الترهلات. طبعا التواصل بيبقى عن طريق الارقام اهي ظاهره معانا على الشاشه، اتصال عادي او واتساب، او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد على الانستجرام وان سليم، كل الصفحات دي نقدر نطلب وناخد من خلالها العروض. كمان المتابعه بتبقى معانا مجانيه، يعني الناس اللي بتشتكي او بتكسل تروح لدكاتره وانا قاعده في البيت هيتابع معايا الفريق الطبي مجانا، وكمان كمان الشحن يعني من غير كمان مصاريف شحن، يعني ممكن اطلب حاجه واجي يقول لي الشحن كمان 100 جنيه ولا الشحنه، لا مفيش اي مصاريف شحن، ده تماما بيوصلنا مجانا لحد باب البيت. حلو قوي الكلام ده، يعني احنا معانا اكتر من حل، الناس اللي عايزين يخسوا 10 كيلو معاكي كورس الشهر وده عليه خصم 30%، الناس اللي عايزين ينزلوا 20 كيلو معاكي خصم لشهرين وده عليه خصم 40%، الناس بقى اللي عايز تنزل اكتر من كده 30 35 كيلو معاكي عرض الثلاث شهور، كورس الثلاث شهور وعليكي ومعايا العرض بتاعه 50%. حلو قوي الكلام ده. طب دلوقتي انا شفت الحاجات دي كلها وعايزه اطلب العروض الجميله دي اعمل ايه؟ هتظهر الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني. يعني ايه متابعه مجانيه؟ فريق كامل طبي علشان يرد على كل استفساراتك. انا دلوقتي شفت شيف ساره طالعه بالكورس ده وعايزه اجرب، مش كده وبس، ده انا شفت ريفيوهات، شفت صور، وكل ده هنشوفه دلوقتي. فانا دلوقتي اخدت باور بقى وطاقه وعايزه اتكلم الناس دي. انت بتتكلمي وزنك ايه؟ مش بنقول لك يلا اوكي الكورس هيتبعت لك، لا، وزنك ايه؟ طولك ايه؟ حالتك الصحيه ايه؟ طب انا مش عارفه حالتي الصحيه، طب احنا عايزين منك تحاليل كذا تحاليل كذا، تعملي التحاليل وتبعتيها وكل ده وانت قاعده على الكنبه في بيتك. لا مطالب منك انك تروحي للدكتور ولا ترجعي من عند الدكتور ولا اي حاجه، كل ده على الواتساب، كل ده بتليفونك. وبعد ما بتبعتي حالتك الصحيه بيبعتوا اللي يناسبك. ايه يناسبك؟ يناسبك كورس الشهر، يناسبك كورس الشهرين، يناسبك كورس الثلاث شهور. ده الفريق الطبي بتاعنا يا جماعه، لانه مكون من خبراء واخصائيين ودكاتره موجودين علشان راحتك وعلشان يردوا على كل استفساراتك. يعني مثلا ايه نوعيات اكل تناسبك؟ ايه نوعيات اكل ما تناسبكيش؟ ايه الصح وايه الغلط؟ يا جماعه انا جايبه لكم كورس واحنا عاملين رز، عاملين مكرونه وبطاطس. احنا عاملين مكرونه وبطاطس يا جماعه ليه بقى؟ لان احنا واثقين في المنتج اللي بنجربه. زي ما قلت لك هنجيب الطبق بتاعنا، نحط شويه مكرونه، شويه بطاطس، حته الفرخه بتاعتنا، وشويه سلطه. شوفي انت تقدري تاكلي ايه. الكورس ده بقى هيقول لك وريني هتقدري تاكلي قد ايه من الطبق ده. مجرد ما انت تقولي بسم الله وتبداي بالسلطه والبروتين هتلاقي نفسك مش قادره اصلا للمكرونه. طبيعي هتاكلي بس مش قادره، وده اللي الكورس بتاعنا بيعمله، بيدعمك وبيدفعك ان انت نفسك تقل شويه. طب يا ساره الكورس اللي بيدعمنا وبيدفعنا ده هيبقى غالي بقى، طول الوقت بنقدم لك عروض. طب الكورس ده يا ساره يعني ما احنا مش ضامنين. الكورس بتاعنا امن ومصرح من وزاره الصحه، يعني اطلبيه وانت حاطه في بطنك بطيخه صيفي، والبطيخه بتاعتنا دايما بتطلع حمراء. معانا تليفون ونقول الو. الو يا رباب. ايوه يا حبيبتي. اهلا اهلا، عامله ايه؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. مالك يا رباب؟ إيه ممكن طيب تسمعيني احكي؟ احكي يا روحي يلا. بصي، هو انا وزني 125 وكل 160. المشكله يعني صعبه قوي، انا بكتئب، الموضوع عامل لي اكتئاب. كل مثلا يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس مثلا اي حد ممكن يتقدم يبقى لو اي حساب احنا ممكن نخس، ما اعرفش ايه، كل حاجه يعني مش احسن حاجه خالص، سواء زياده الوزن، السلم، النفس، الحركه. طب قولي لي يا رباب، انت يعني زياده الوزن اللي حصلت لك دي عندك مشكله صحيه او عندك مشكله في الحرق ولا بس يعني بس بتاكلي كتير؟ من وانا صغيره، من وانا صغيره. من وانت صغيره وزنك زايد؟ اه. يعني عشان عندك مشكله في الحرق ولا عشان بتاكلي كتير؟ الاثنين اتوقع. ما انا باكل كتير، وبس في ناس بتاكل كتير وبتحرق، يعني انا في ناس كتيره مثلا بتاكل نفس الكميه اللي انا باكلها، بس بقى ما عادي، لا انا باكلها وبس. يعني جربتي تعملي دايت او جربتي تقليلي اكل وما نزلتيش برضه في الوزن ولا ما جربتيش اصلا؟
لا لا لا، ما بحاول اجرب يعني، حتى لو مسكت نفسي يوم باجي تاني يوم مش بيبقى ما بتقدريش تكملي خالص الاراده. تمام يا حبيبتي، طبعا متضايقه عشان كل ما بيجي لك عريس، وده كل البنات بتعاني منه طبعا، يقول لك انزلي في الوزن لان شايفين ان وزنك، ما تقلقيش على فكره يا رباب احنا ما تقلقيش يا حبيبتي. بصي انت مش شرط يبقى عندك دلوقتي مشكله في الحرق، اللي انت اصلا ما جربتيش تقللي اكلك غير يوم ويومين، فحتى لو عندك مشكله في الحرق ولو حتى عندك ما بتعرفيش تتحكمي في الشهيه، فالكورس بتاعنا هيكون مناسب جدا ليكي يا رباب. كلمينا وان شاء الله في خلال 3 شهور باذن الله عايزاكي تكلمينا بعد ما تطلبي الكورس وتقولي لنا نزلتي وزن قد ايه، وانا واثقه باذن الله ان انت هتنزلي في الوزن وترجعي يعني تفرحينا معاكي، وبعد ما تنزلي في الوزن وان شاء الله ربنا يكرمك يا رب بابن الحلال. كورس ال3 شهور هيكون مناسب جدا ليكي يا رباب. كلمينا يا رباب، واحنا وخدي طبعا عاملين عليه عرض حلو جدا، عاملين عليه تخفيض 50%. هي قفلت، نورتينا يا رباب. عاملين عليه تخفيض 50% وهتاخدي معاه كمان هديتين، الكريم شد الترهلات وفيتامين دي، وان شاء الله هتنزلي في الوزن. بصي احنا هنسمي بالله وان شاء الله نطلب الكورس من خلال الارقام الموجوده على الشاشه الاتصال العادي والواتساب، او من خلال البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف، والكورس هيجي لك لحد باب البيت مجانا. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت هتخسي عشان رباب، انت مش هتخسي عشان عريس، لا على فكره انت هتخسي عشان رباب تبقى احلى، عشان رباب اصلا حلوه وتستاهل تبقى احلى. انت هتخسي علشان انت عاوزه تبقي حلوه، وانت مكتئبه ليه وزعلانه ليه؟ انت عارفه ان الاكتئاب ده هيخليكي تبتدي في الوزن، انت تقفي تبصي في المرايه بجد وتقولي انا حلوه وان شاء الله هبقى احلى وبامر الله هوصل للي انا عاوزاه، ويبقى عندك يقين. انت هتاخدي كورس من هنا وهتمشي صح يا رباب، وهتلاقي نفسك نزلتي في الوزن بالشكل اللي انت عاوزاه. اهم حاجه وانت بتاخدي الكبسوله دي سمي بالله، وانت عندك يقين في الله ان انت بجد هتنزلي في الوزن، وهتنزلي في الوزن وهتكلمينا وتقولي لنا انا خسيت وبقيت زي القمر والعرسان كده كده على الباب وانا اللي مش عايزه، صح ولا ايه؟ ايوه فعلا، في ناس ما بتبتديش تفوق غير لما يحصل حاجه او الناس تبتدي تعلق عليها فتبتدي تاخد بالها ان لا كده انا محتاجه ان انزل في الوزن. لا 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 لا، انت زعلانه ليه؟ دلوقتي تعملي ايه يا رباب؟ انت وثقتي فينا وكلمتينا، فاحنا بنقول لك احنا قد الثقه. اتصلي على الارقام الموجوده على الشاشه الاتصال العادي الواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هيجي لك الكورس لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. الكورس اول ما يجي لك ان شاء الله وتاخديه هتلاقي نفسك بتنزلي في الوزن. انتوا هتدوني كورس وخلاص؟ لا، كورس ال3 شهور اللي هيناسبك يا رباب، لان انت وزنك 120 او حاجه 120 سمعتها وطولك 160، فانت اوريدي محتاجه كورس ال3 شهور. هيجي لك عليه خصم 50%، يعني لو الكورس ده مثلا ب 100 جنيه هيجي لك ب 50 جنيه، لو الكورس ده مثلا ب 1000 جنيه هيجي لك ب 500 جنيه. كورس كامل متكامل لمده 3 شهور، ان شاء الله تخسي يا حبيبتي وتوصلي اللي انت عايزاه. احنا مش فاشونستات، احنا عايشين نتخن شويه نخس شويه نحلو وشويه نوحش شويه براحتنا جدا على فكره، اللي عاجبه مش عاجبه واللي مش عاجبه براحته خالص، صح ولا ايه؟ صح طبعا. فعايزاكي بقى سريعا كده تاني يا استاذه مها تقولي لنا العروض بتاعتنا سريعا كده لحد ما ابص على الفرخه بتاعتي القاعده في الفرن دي ومتربعه. تمام. معانا النهارده ال3 عروض للكورس اللي مصرح مدرسه الصحه المصريه للناس اللي بتبقى قلقانه، معانا 3 عروض النهارده، والتلاتة طبعا احسن من بعض. الناس اللي عايزه تنزل 4-5 كيلو لحد 10 كيلو، كورس وان سليم العلبه البيضه دي هيكون مناسب ليهم جدا، عاملين عليه تخفيض 30%، وكمان بندي فيتامين دي هديه. كورس الشهرين بقى للناس اللي عايزه تنزل من 20-25 كيلو في شهرين، عندها دهون موضعيه، عندها مشكله في الحرق، عايزه تلعب رياضه او عايزه تحرق، مش عارفه تحرق كميه الاكل اللي بتاكلها، ما بتتحركش اصلا في يومها، كورس الشهرين عاملين عليه تخفيض 40%، وكمان معاه فيتامين دي هديه وكريم شد الترهلات. كورس ال3 شهور بقى للناس اللي عايزه تنزل اوزان كبيره بقى من 30-35 كيلو، وفي ناس بتنزل على فكره 40 كيلو، طبعا كل جسم بيختلف عن التاني وبيثبت كمان الوزن، واحنا بننزل في الوزن وبينزل لي كمان السوائل الزايده في الجسم. ده عاملين عليه تخفيض 50%، وكمان معاه كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي. التواصل بقى، الناس اللي بتسالنا اخد الكورس او الحق اخد العروض ازاي، معانا كمان لحد اخر الحلقه تقدروا تتصلوا وتاخدوا العروض معانا. التواصل بيكون عن طريق الارقام اللي ظاهره معانا على الشاشه، سواء اتصال عادي او واتساب، او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد، صفحه وان سليم، كل الصفحات دي تقدروا تطلبوا من خلالها الكورس. كمان المتابعه معانا
معانا فريق طبي كبير جدا. لو عايز اعمل دايت، لو انا محتاجه اي حاجه، باخد ادويه، خايف من اول 12 سنه، اي حد يقدر يتابع معانا على الواتساب مجانا، بيتابعوا معاه، بيطلب يعني اي حاجه انا محتاجاها. الفريق الطبي طبعا مشكورا، بيرد علينا في اي وقت. كمان الشحن والتوصيل بيبقى مجانا لكل المحافظات. فانا اي حد دلوقتي عايز ينزل في الوزن، انا مش عارفه اقول انتوا مستنيين ايه. بجد الكورس عمل لنا كل حاجه وحل كل حاجه لمشاكل السمنة. وبس على ايه دلوقتي؟ شفتي الفرخه بتاعتي؟ شفتي الفرخه بتاعتي؟ ايه رايكم بقى في فرختي الحلوه؟ فرخه الاعلانات، ايه رايكم؟ شفتوا بقى فرخه الاعلانات بتاعتنا اهي؟ فرخه اعلانات ولا مش فرخه اعلانات؟ محمره كده ومشمره. تصدقوا اول مره يجي في بالي المحمره المشمره؟ والله هي دي محمره ومشمره. حاضر يا رحمه، الفرخه دي تخص رئيس تحرير البرنامج، يعني ما حدش يجي ناحيتها. حاضر يا جماعه، رئيس التحرير البرنامج، حاضر، ما حدش هيجي ناحيتها. ودي فرختي المحمره المشمره. طب ما تيجوا تقفوا انتوا هنا يعني قدام الكاميرا، يعني تعالوا انتوا احسن. يلا بينا نشوف ايه بقى، نشوف بينا بقى. ايه رايك نشوف ايه الاول، المكرونه ولا البطاطس؟ المكرونه. ولا نشوف الاثنين؟ الاثنين مع بعض. يعني معقوله؟ مش هي مكرونه بالبطاطس؟ مكرونه وبطاطس وهتخسوا. طب والله طعمها تحفه. بقول لك ايه ساعه المبكبكه، البطاطس حلوه جدا. قلت لي ايه ساعه المبكبكه؟ قعدتي مش مصدقه وتقولي لي عاملاها صح ومش عارفه ايه. اهو برافو عليكي. وعلى فكره برضه فيها بطاطس، شفتي؟ عشان كده برافو عليكي. حلوه قوي. على بصوا بقى يا جماعه المكرونه، بصوا لي كده، شايفين الواحده بواحده دي اللي عملناها مع بعض على الهوا. بصوا الجمال المكرونه، وعايزه اقول لك مفيش واحده لازقه في الحله. بصوا الجمال. ايه رايكم بقى يا ساره؟ انت عايزه تقولي ان احنا هنعمل مكرونه محمره وهنعمل بطاطس وهنعمل كل ده وهناكل مش هندخن؟ اه هناكل مش هندخن. لو تاخدي بالك معايا، انا ما استخدمتش في اي النهارده ولا سمنه ولا زبد، احنا استخدمنا زيت فقط وكميه قليله جدا لتحمير المكرونه. تقدري لو انت خايفه من السعرات الحراريه، لان المكرونه تستوي في الميه بتاعتها فبتبقى محتفظه بالنشا، تقدري تسلقيها وتعمليها عادي بالصلصه زي ما تحبي. لكن اكله النهارده عاديه جدا. واحلى حاجه في الكورس بتاعنا يا جماعه انه مش بيقول لك انت لازم تاكلي النهارده تونه وسلطه، لا يا ماما، الاكل اللي انت عامله للولاد كلي منه، مفيش اي مشكله. بصوا البطاطس. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا مش جايين نقول لك ان انت هتتحرمي من كل حاجه، وان اديلك الورقه اللي هتحطيها على باب الثلاجه ممنوع وممنوع. احنا ما عندناش ممنوع، احنا موجودين هنا عشان اللقمه اللي انت واقفه تعملي منها لاولادك هتاكلي منها. بس زي ما قلنا نحاول نبعد عن الحلويات، نحاول نبعد عن المقليات. بصوا لي كده البطاطس اللي احنا عملناها على الهوا، بصوا البطاطس المطبوخه اللي تفتح النفس، بصوا الجمال. انا عايزه اروح اعمل الاكله دي النهارده للاولاد في البيت. جميلة بقى كده مع الفراخ. والله يا جماعة أنا شميت كده ريحة يعني إيه تيتا في المكان. أكلة حلوة اعمليها لولادك. وعايزة أقول لكم حاجة، أنا عايزاكم دايما تبقوا مخليين في أكلات حلوة كده، يعني مثلا ريحة كيك البرتقال أول ما بشمها بفتكر ماما، مثلا ريحة المكرونة بشاميل أول بشمها بفتكر أختي. فأنا عايزة أقول لك أول ريحة الأيام الجميلة الحلوة بتاع زمان. فأنت خلي ليكي أكلة مع أولادك أول ما يشموها يقولوا الأكلة دي بتفكرني بماما بجد. يعني ايه رايكم ناخد الحالات اللي خست معانا وهم بياكلوا مكرونه وبطاطس ومسقعه ومكرونه بشاميل وكل حاجه؟ ليه؟ لان بعد ما كانوا بياكلوا الطبق كله ويقولوا عايزين تاني وما بيحسوش بشبع، الكورس بتاعنا بيخليكي تاكلي معلقتين والثالثه مش قادره. حلو ده، صح، معلقتين والثالثه مش قادره. يلا بينا نشوف الحالات الحلوه دي. يلا بينا. معانا اول حاله خسر 45 كيلو في 5 شهور. لا يعني لو عامل تكميم مش هينزل كده. ايوه 5 شهور، ده يعني اخد 3 شهور وكمل كمان شهرين. ما شاء الله كان كان شخص وبقى شخص. ما شاء الله يعني نص الشخص تماما. الدهون كانت في كل حته في جسمه، كانت بقى دراعات وكرش واردف كل حاجه في الدهون. في الصوره الثانيه احنا شلنا شخص من على جسمه، بقى شخص تاني تماما في 5 شهور بس. على فكره في عمليات يعني ببقى عامله عمليه وممكن اقعد سنه عشان انزل، مش بس 5 شهور. ايوه، فانا من غير اي حاجه بس في 5 شهور نزلت بكبسوله واحده، يعني مش باخد كميه ابر وحقن وحاجه قبل الاكل وحاجه بعد الاكل ولا وحاجه قبل ما انام ولا اي حاجه. ده بجد يعني انا مش بحس اصلا باي حاجه، هي كبسوله ملهاش اي طعم. يعني حتى لو انا الناس اللي بتبقى قلقانه ان هي تاخد حاجه طعمها وحش، هو الكبسوله بناخدها الصبح ما بنحسش باي حاجه، ما بتتعبش حتى المعده. حلو طبعا الكلام ده. يلا بينا على الحاله الثانيه.
يلا بينا. بنوته اهي القمر ده خسرت 22 كيلو في شهر. على فكره البنوته دي كلمتنا في التليفون، البنوته دي كلمتنا في التليفون انا عارفاها، دي خسرت 22 كيلو في شهرين. بصوا كانت ايه بقت ايه. خلاص شايفه بقى الدراع كان عامل ازاي، والجاكيت الجينز اتلبس والاصفر والشيب بتاع الوش، يعني شكل جسمها اختلف تماما. دي كانها يعني واحده عندها سمنه مفرطه لواحده جسم طبيعي جدا، يعني ما كانش عندها سمنه قبل كده. يعني كانت 22 كيلو كانت. ايوه يعني شوف الصوره الثانيه. أيوة. ما بيقولش ان هي نفس الشخص الاولاني بالدراع دي، ولا في ترهلات ولا في اي حاجه تدل ان هي نزلت 22 كيلو وجسمها كان بالشكل ده. للصوره الثانيه بقت بالشكل المتناسق ده، ما فيش اي دهون موضعيه، ما فيش اي مشاكل في الجلد. بصوره يعني حلوه جدا. طبعا حلو جدا جدا، حاجه تفرح. يلا بينا على الحاله الثالثه. خسر 18 كيلو في شهرين، بجد ما شاء الله شكله اختلف جدا، يعني الله اكبر. هم ال 18 كيلو تقريبا كانوا عنده في منطقه الكرش. البطن. الكرش. يعني شايف البروز كان قد ايه في الصوره الاولانيه والتثدي فعلا. في الصوره الثانيه البطن تقريبا شبه فلات، يعني من 18 كيلو كانوا متمركزين كلهم عنده في منطقه واحده. حلو قوي يعني الكلام برضو ده. حتى لو كان بيعمل دايت هتلاقي نفس الكرش ده، لان دي اصعب منطقه بتنزل فيها الدهون. من غير الرياضه من غير اي حاجه نزل في الوزن عادي جدا، الدهون دي نزلت بالكورس بتاعنا طبعا. يلا بينا على اخر حاله معانا. الله اكبر، كانت 18 خست 18 كيلو في شهرين، يعني حاجه واضحه جدا ما شاء الله اللهم بارك. يا جماعه الكورس بتاعنا محقق نتائج هايله هايله هايله. أيوة. داخل مصر وخارجها بسم الله ما شاء الله. منطقه الوسط عندها اتنحتت تماما. يعني شايفه البطن كانت عامله حته واحده ازاي، في الصوره الثانيه بقى فيه شيب للوسط، وبقى فيه يعني واقفه كده واثقه في نفسها، شكل اللبس عليها بقى احلى. حلو ده. هناخد تليفون. الو يا شيف سارة، ازي حضرتك؟ ازيك يا مهتاب، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، انا كويسة. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. بجد انا كنت حابة اشارك بس مع حضرتك في الكلام ده، انا فعلا اخدت الكورس وخسيت عليه، انت مش متخيلة انا مبسوطة ازاي. وقلت لازم لما حضرتك اتكلمتي عنه وقلتي النتيجة، قلت لازم انا كمان اقولك تجربتي. عندك كام سنة يا مهتاب؟ انا عندي 24. انا مش عارفه حضرتك فاكراني ولا لا، بس انا اتواصلت مع حضرتك على بيج الفيس وكنت عايزه اطلب الكورس، وحضرتك اكدتي لي ان هو كويس جدا وعلى ضمانتك. بصراحه انا حبيت اشكرك قدام الناس. الكلام ده من 5 شهور بالظبط. كويس ان حضرتك فاكراني بالظبط. طب يعني انت اخدتي الكورس قد ايه يا مهتاب؟ انا اخدت كورس 3 شهور ونزلت عليه 18 كيلو وثبتته، وبقالي شهرين موقفه. وبجد انا حبيت ان انا اشارك التجربه بعد برافو عليك يا مهتاب. كنت بتابع مع دكتور مين يا مهتاب؟ كنت بتابع مع دكتور ايمي. دكتور ايمي. انا حبيت ان انا اشارككم بعد ما وقفت الكورس بشهرين، لان انا خفت بصراحه انه بعد ما وقفه يحصل لي حاجه او ارجع تاني. بس بصراحه يعني انا مش عايزه اقول لك انا بدعي لك ازاي في الصوره، ولكل الناس اللي بيشاركوا ان هم يطلعوا لنا الكورس ده. بجد انا يعني سعادتك دي عندي بالدنيا، بجد ما شاء الله. يعني انت اخدتي الكورس كمان شهرين عشان تشوف بقى بتزيد ولا لا. انا بصراحه كنت قلقانه من ان انا اوقفه، فلما وقفته شهرين قلت مش هدخل المداخله غير لما اتاكد انه فعلا مش هيرجعني تاني. وبجد انا مش مصدقه ان انا باكل كل اللي نفسي فيه وما رجعتش تاني في الوزن. مش خايفه اكل في اي وقت، لا بالعكس. طب مش عايزه ثواني يا سلمه، والشهيه؟ لا انا عايزه اقول لك انا اصلا اهلي مش متخيلين ان انا بعد ما كنت باكل الكميات دي قبل الكورس ان انا اكله دلوقتي بالكميات دي. انا مثلا الله الله الله. يعني انا باكل ربع الكميه اللي كنت باكلها قبل كده. أيوة. وما ببقاش قادره دلوقتي. وانت مش بتاخدي الكبسوله خالص ولا اي حاجه؟ الشهرين اللي انا وقفت فيهم دول نفس الحاجه اللي كنت ماشيه عليها 3 شهور اللي فاتوا، نفس الكميه نفس كل حاجه. ما عندناش صداع يا مها؟ خالص ما عندناش صداع يا مها. انا كنت خايفه بصراحه ان هو من يكون من الادويه اللي بتلعب على المخ والكلام ده. خالص هو مش كده نهائي. وبجد انا اطمنت ان حضرتك اللي كنت بتعلمي عنه، وبلس كمان الحوار التصريح ده اللي هداني. فانا بصراحه بحب اشكركم جدا جدا جدا. وبجد انا بنصح اي حد عنده مشاكل في الوزن، وخصوصا البنات اللي زيي كده، لا هم ما يترددوش لحظه ان هم ياخدوه. بجد يعني هو فرق معايا في كل حاجه، نفسيا ولبسي بقى متغير تماما، بعمل كل اللي انا عايزاه بصراحة. يعني فرق جامد قوي، وانا بشكركم جدا. حبيبتي احنا اللي بنشكرك ومبسوطين بجد ان انت نزلتي في الوزن، وفرحتينا بجد بفرحتك اصلا بنزولك في الوزن.
نورتينا يا مهتاب، بس مش عايزاكي بقى ترجعي حتى لو انت عايزه تاكلي خلاص بقى ظبطتي الاكل وحجم المعده اختلف معاكي، فنبتدي بقى يعني ما نفتحش قوي تاني في الاكل برضه. هو قعدنا فتره فعلا وزننا الحمد لله ثابت، بس برضه يعني ما نزيدش قوي في الاكل ونبقى فرحانين ممكن نزيد تاني في الوزن. بس نورتينا يا مهتاب، اوصف لك بجد انا مبسوطه قد ايه، يعني مبسوطه. لا يعني والحلو بقى ان هي بتقول جربت، يعني عايزه تتاكد كمان بعد ما نزلت الوزن، عايزه اشوف بقى موضوع التثبيت ده تمام ولا ايه. قعدت شهرين الحمد لله اهو وما زادتش في الوزن، ومن غير ما تاخد الـ 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 الكبسوله كمان. على فكره انا بجهز لكم لمفاجاه كبيره جدا، معايا حبيبه قلبي، يعني هي حد قريب مني جدا. وزنها كان 129 كيلو. على فكره هي انا كان نفسي انها تظهر معانا، بس هي هتكلمنا في التليفون وانا مصورها لكم في بيتي. انا مصورها لكم في بيتي، وانتوا عارفين طبعا المكان عندي اللي انا دايما بصور منه، مصوراها قبل وبعد. اخذت الكورس 20 يوم ونزلت 8 كيلو ونص في 20 يوم، برغم ان انا عملت معاها البدعه ما كانتش بتخس ما شاء الله. واحنا دلوقتي يعني مكملين. هو ده الحلو بقى، انا مصورها قبل، مصورها بالعبايه قبل، وانا بقى ايه الاخبار، ايه الدنيا، انا شايفاها ما شاء الله بتنزل في الوزن. اول حاجه وشها وايديها بداوا يعني احنا ما شاء الله زي الفل. فانا مصوراها لكم عندي في بيتي، وهيبان طبعا يعني مصوراها وصورتي وراها وهي قبل وهي بعد. الصور دي بايدي انا من تليفوني انا لحاله يعتبر عايشه معايا، فكانت ايه ولسه مكمله. فيلا بينا ناخد الريفيوهات، واستنوا يا جماعه الجديد مننا. مطبخ البلد هيفضل يقدم لك كل جديد في طبخنا وفي اكلنا وفي حالاتنا وفي صورنا. هنفضل دايما كل يوم نشتغل على نفسنا علشان نرضيكم، نشتغل على المنتج بتاعنا ونشتغل على مطبخنا، ودايما بجيب لكم كل اقتصادي، كل ما هو سهل واقتصادي. دايما بعمل لك الاكله الحلوه السهله السريعه، دايما بقول لك هتخسي وانت قاعده في مكانك. انت بس ما عليكي ان انت تتصلي على الارقام الموجوده على الشاشه، الاتصال العادي الواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هيجي لك الكورس لحد باب البيت. المتابعه مجانيه، الشحن مجاني. يلا بينا على الفيديوهات. اول فيديو معايا حبيبتي يا دكتوره، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. انا كنت 89 بقيت 79، مبسوطه جدا حبيبتي. ان شاء الله نكمل ونثبت ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا على الريفيو الثاني. انا وزنت ونزلت 10 كيلو بقيت 70، وفاضل ليا اسبوع حبه اكمله. ممكن تبعتي لي النظام؟ مبروك، عايزين نكمل ونثبت ان شاء الله. يا جماعه وزنت نزلت 10 كيلو بقيت 70، 70 ولسه ناقص اسبوع على الشهر، وعايزه كمان نظام ما شاء الله ما شاء الله. وشايفين ان هي ست ملتزمه او بنوته ملتزمه. انا من اسبوعين خسيت 7 كيلو يا دكتوره، في حد عاوز الكورس من عند الجارنا وكده. اول لما شافني سال ابويا وقال له عاوز الكورس، هو وزنه 105. اهلا اهلا جارك، اتصل على الارقام الموجوده على الشاشه الاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هيجي له الكورس لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني، وخير دليل قدامه حضرتك. مبسوطه من نتائج الكورس بتاعنا، مبسوطه جدا جدا من الفريق الطبي بتاعنا. معانا فريق ما شاء الله عليه موجود علشانكم. عايزاكي بقى سريعا كده يا استاذه مها تقولي لي عروضنا الحلوه وخصوماتنا الحلوه، علشان الناس الحلوه الجميله دي لسه فاتحه دلوقتي شاشه، في ايه ده عروض وحالات وايه ده، في ايه؟ قولي لهم كده الدنيا بتاعتك. ايوه طبعا، قبل العروض كمان يا شيف ساره، في ناس بتقعد تقول مثلا طب انا عايز اكل كل حاجه. انتوا عارفين اصلا ان سعر الكورس ده، يعني في ناس بتروح تدفع تكاليف وتعمل جلسات عشان بس تروح تاخد نظام دايت. احنا بقى مع الكورس كمان يعني بيتابعوا معاكم وبيبقوا زعلانين، مش عايزين مثلا في حد وزنه محتاج مثلا يعمل شويه دايت فعايز لا ياكل كل حاجه وفي نفس الوقت برده ما يعملش دايت. هي نفس الموضوع، الناس اللي بتروح لدكاتره عشان تاخد نظام دايت وتدفع قد كده، الكورس بتاعنا بقى هيخليكوا تاكلوا كل حاجه ومن غير ما تروحوا تتابعوا، وكمان الانظمه هتجيلكوا برضو على الواتساب. وكمان مش بس كده، ده احنا عاملين 3 عروض لكل حد، لكل الاوزان، من اول 4-5 كيلو لحد 10 كيلو عاملين عليه تخفيض 30%. كمان معاه فيتامين دي هديه. كورس الشهرين بقى، الناس اللي عايز تنزل من 20-25 كيلو عاملين عليه تخفيض 40%. كمان معاه فيتامين دي هديه وكريم شد الترهلات هديه، اللي بنتنه طبعا يوم بعد يوم. كورس الثلاث شهور بقى اللي هو بديل كل العمليات، يعني النحت والتكميم وتحويل المسار وكل حاجه، بينزل لي من 30-35 كيلو في 3 شهور بس. يعني نسمع ان في عمليات كمان، في ناس بتحتاج سنه عشان تنزل وزنها او توصل للوزن اللي هي عايزاه رغم ان هم عاملين عمليات. كمان ده عليه تخفيض 50%، معايا فيتامين دي هديه وكريم شد الترهلات. طبعا التواصل بيكون عن طريق الارقام اللي هي ظاهره كلها معانا، 6 ارقام اهو على الشاشه،
سواء اتصال عادي او واتساب او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد، صفحه وان سليم على الانستجرام. كل الصفحات دي تقدروا تطلبوا وتاخدوا الكورس والعروض والهدايا. الحقوا كلمونا خلاص لحد اخر الحلقه، كل العروض بتفضل معانا. كمان المتابعه مع فريق طبي متكامل بيردوا علينا في اي وقت بنوصل للوزن المثالي لحد ما نثبت ونقول احنا كده تمام. ده مجانا، والشحن كمان مجانا لكل المحافظات. حلو يعني قوي الكلام ده. حلو قوي الكلام ده. يعني معانا عرض الشهر ومعانا عرض الشهرين وعرض الثلاث شهور، معانا عروض ومعانا خصومات. يعني الكورس بتاعنا يا جماعه في متناول الجميع. كل اللي عليكي انك تتصلي على الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق صفحتنا وان دايت ودايت لايف. الكورس هيجي لك لحد باب البيت. عايزاكي بقى تقولي لي نصيحه، انا عايزه النصيحه دي مع الكورس بتاعي تعمل بوم. يعني انا دلوقتي باخد الكورس، انا اوريدي طلبت كورس وباخده، لان ما شاء الله ما شاء الله الكورس بتاعنا عمال يتوغل وينتشر ويتوغل وينتشر، فمكسر الدنيا اللهم بارك يا رب في تاتش وود. طب انا عايزه بقى نصيحه مع الكورس تخليني اخس بشكل سريع. دي النصيحه اللي انا بحب دايما اقولها لاي حد، حتى لما يجي حد زي ما قلنا كده انا عايز اكل واكل، طب انا دلوقتي حاسه بسد في الشهيه، عامله كنترول الاكل قدامي ومش قادره اكل، ليه بروح برضو لنفس الحاجات لنفس الحلويات؟ ناس تقول لي انا بفطر عيش ومش عارف ايه، ناس تقول انا بفطر بسبوسه وما... طبيعي انا عايزه جسمي يستفيد، يعني مش هعيش على السكريات والنشويات وابقى تعبانه وفي نفس الوقت بنزل في الوزن. انا مش عايزه انزل في الوزن من غير صحه، انا عايزه انزل في الوزن ويبقى جسمي بصحه واخد ونضارة. كل العناصر الغذائيه، يعني احاول استغل سد الشهيه ده ان انا اكل حاجات مفيده، يعني افطر مثلا حاجه فيها بروتين، حاجات بسيطه، احاول اقلل من النشويات عشان كده كده جسمي مليان دهون فهيحول هتتحول معايا للسكر اللي انا محتاجاه. فدايما بقول للناس انه من غير نظام دايت، انا ما بحبش، يعني عايزاه يبقى لايف ستايل ان كل الناس تاكل الاكل عادي، بس هنقلل الكميات، كمان هناخد دايما الحاجات نبتدي بالبروتين بالسلطه بالحاجات المفيده دي بالكالسيوم بالمعادن كلها، وبعد كده نبتدي ناخد لو احنا اصلا قدرنا ناكل النشويات دي. شكرا جدا على المعلومات الجميله يا استاذه مها. حبيبتي والله يعني بجد ما بشبعش من الحلقه معاكي، وما بشبعش من الحلقه معاك والله بجد، يعني ما بقاش عايزه الحلقه تخلص. نورتونا وشرفتونا وزودتونا، واستنونا بكره في حلقه احلى واحلى، وكنتم مع مطبخ البلد.